بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من المحاضرة الأولى بالمحور الثالث. سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح ما يسمى بالثيرمال سترين، الانفعال الحراري أو الانفعال الناتج عن الحرارة. بداية، تعريف الثيرمال ديفورميشن: When the temperature of a body is changed, its overall size will also change. لما تتغير الحرارة في جسم معين، فشكله العام أيضا يتغير. In other words, temperature change may cause the dimension or shape change in the material. More especially, if this temperature increases, generally a material expand. ارتفاع الحرارة يتسبب في تضخم الجسم أو يعني استطالة على كل الجهات. Whereas if the temperature decreases, the material will contract. يتقلص. It is supposed that this is common sense of for anyone. هنا في هذا الجسم مثلا، ارتفاع الحرارة يتسبب في تغيير شكله وفي extension على كل الجهات. هذه الاستطالة طبعا ناتجة عن التغير في الحرارة، بالتالي ينتج داخل الجسم إجهاد وطبعا انفعال. For the majority of engineering materials, this relationship is linear. العلاقة بين التغير في الحرارة والتغير في الطول هي علاقة خطية، يعني proportional. If we assume that the material is homogeneous and isotropic, from experiment we can find the linear relationship between thermal deformation and temperature change as following. من خلال التجارب ممكن نحصل هذا القانون، هذه العلاقة الخطية. الاستطالة دلتا L تساوي ألفا كونستانت ضرب الدلتا L ضرب الطول الأصلي. ألفا يسمى coefficient of thermal expansion. الوحدة هي strain per second per degree centigrade. الدلتا L هي algebraic change in temperature، تكون موجبة لو كان ارتفاع في الحرارة، تكون سالبة لو كان انخفاض في الحرارة. الدلتا L هي algebraic change in length، طبعا تكون موجبة لو كانت استطالة وتكون سالبة لو كان تقلص. القانون في الثيرمال سترين الانفعال الحراري هو الآتي: epsilon thermal تساوي طبعا دلتا L على L، على L يعني في L تروح cancel، وبالتالي الابسيلون هي ألفا ضرب الدلتا L.